ولتسليط الضوء على الكثير من المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع ينضم إلينا الباحث في مركز جسور للدراسات من إسطنبول السيد وائل علوان، وكذلك معنا دكتور عبد السلام ياسين السعدي الخبير العسكري والأمني من بغداد. البداية معك سيد علوان، ماذا عن بنك الأهداف الذي وضعته أمريكا في العراق؟ إلى أي مدى ترى أن الحرس الثوري وميليشياته في العراق وسوريا ولبنان أصبحت مهددة؟ تفضل. نعم، تحياتي لكم. حقيقة هناك استفزاز مستمر كان في عام 2023 وتصاعد في النصف الثاني من 2023 وبلغ ذروته بوقوع قتلى من الجنود الأمريكيين وفي منطقة جديدة أوسع من تلك المناطق التي كانت المجموعات المحلية العراقية في سوريا أو في العراق تابعة للحرس الثوري الإيراني تستفز بها القوات الأمريكية، حيث طال الاعتداء أو الهجمات من هذه المجموعات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني الحدود الأردنية، وهناك طبعا حديث أن الضربة كانت على البرج 22 داخل الحدود الأردنية. طبعا هذا الأمر وإسقاط الجنود استدعى الرد الأمريكي الذي سيترك الصدى الإعلامي. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية هي مضطرة للرد، وليس فقط للرد، الرد هو ضرورة للولايات المتحدة الأمريكية، هي حاجة في ظل هذا التراجع الكبير جدا للإدارة الأمريكية، وهي تستقبل عام كبير جدا في انتخابات حاسمة ما بين الحزبين الكبيرين، وإدارة بايدن لديها من المشكلات ما هو كاف حتى تأتيها هذا الاستحقاق، استحقاق وجود قتلى من الجنود الأمريكيين. لذلك هي بحاجة إلى رد أولا، بحاجة إلى إعادة ضبط قواعد الاشتباك مع إيران، وحتى وإن كانت إيران رفعت المسؤولية عن نفسها بالتصريحات أو البيانات الرسمية، لكن هذا لا يعفيها من المسؤولية وسيكون هناك تأثير على مصالحها. الأمر الذي هو غير الرد الذي مضطر إليه الولايات المتحدة الأمريكية وهو غير إعادة ضبط قواعد الاشتباك هو موضوع حماية المصالح الأمريكية في المنطقة، وهذا على ما يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية غير قادرة على التحرك من أجله، لأنها تصرح أنها لا تريد الذهاب إلى مواجهات واسعة. إذن فيما أعتقد هو إعادة ضبط قواعد الاشتباك وقبل ذلك الرد الواجب الذي على الولايات المتحدة أن تقوم به أمام الرأي العام الأمريكي أولا والرأي العام الدولي. أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ وائل، أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا. سعود إليك، نشرك بالحوار الآن الدكتور عبد السلام ياسين السعدي الخبير العسكري والأمني معنا عبر الهاتف من بغداد. دكتور السعدي، يعني صحيفة وول ستريت جورنال تتحدث عن جولات مكوكية قام بها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاني لإتمام مهمة سلفه قاسم سليماني في الشرق الأوسط، لكن دون التسبب بانتقام أمريكي عسكري. السؤال هنا، إلى أي مدى ثبت أن هذه المهمة في الصورة الأوسع لا علاقة لها بالقدس ولا بالقضية الفلسطينية؟ تحية لك أخ مصطفى ولضيفك الكريم ولكافة مشاهدي قناة الرافدين. قاآني عندما يقوم بهذه الجولات بين العراق وسوريا ولبنان فليس له علاقة بتحرير فلسطين أو بالقضية الفلسطينية أساسا، وإنما هي مصالح. فكلنا شاهدنا عندما تعرضت القواعد العسكرية الأمريكية في العراق وسوريا لقصف من ميليشيات من 17/10/2023، وكانت أمريكا تهدد بالرد وبالردع، ولكن لم يرتدعوا هذه الميليشيات إلى أن يوم 2 شباط قامت أمريكا بضرب 85 هدف مرتبط بالحرس الثوري الإيراني، وهي الموجة الأولى من رد الإدارة الأمريكية على هجوم الأردن. وكما تفضل ضيفك الكريم، وفي أقل من أسبوع من هذه العملية أيضا تم
قيام بالهجوم بطائره مسيره على قياديين من حزب الله العراقي وحركه النجباء. نعم. يوم 7 اكتوبر. هذه الضربات هو تنفيذ وعود الاداره الامريكيه بالرد على اذرع ايران بالعراق. فهناك تنسيق سري بين ايران وامريكا وتفاهم على الضربات تكون في سوريا وتكون في لبنان وتكون في العراق. نعم. مثل ما شاهدناها من 2 شباط ولحد الان. نعم. ولكن ليس هناك ضربات عليهم في داخل ايران او داخل العمق الايراني. دكتور عبد السلام، لكن الا ترى ان امريكا مسؤوله بشكل او باخر عن اندماج الميليشيات المواليه لايران في النظام السياسي والسيطره على الدول الثلاث العراق وسوريا ولبنان؟ ماذا استفادت أمريكا؟ نعم. من وصول الأمور لهذا المستوى؟ ما الذي حققته أمريكا؟ احنا لو نستعرض كل الأهداف الحقيقية، المجيء الولايات المتحدة الأمريكية إلى المنطقة منذ احتلال العراق. نعم. والأعمال اللي قامت بها منذ 21 سنة من إنشاء أنظمة فاسدة وفاشلة بالمنطقة، لعرفنا أسرار هذا الوجود. العراق أصبح دولة ديمقراطية وحرة كما وعدها، وكذلك بالنسبة لسوريا. الدول التي تتواجد بها أذرع إيران يقودنا إلى أن أكبر هدف هو تخريب بلدان المنطقة. نعم. عن طريق هذه الميليشيات. فهم هذا الهدف هو اللي يعني المطلوب من تخريب وتدمير هذه البلدان عن طريق وجود الميليشيات. وهناك تخادم أمريكي، وأنا مسؤول عن الكلام. نعم. هناك تخادم أمريكي إيراني في المنطقة يسعى إلى إبقاء الفوضى الخلاقة كما هم دعوا بها الأمريكان. نعم. أن يكون المنطقة في حالة فوضى. ابقى معي دكتور. نعم. عبد السلام، سأعود إليك الآن، إليك مرة أخرى أستاذ وائل علوان. على ماذا تعتمد اليوم المقاربة الأمريكية في سوريا والعراق ولبنان؟ ما المانع اليوم من إنهاء وجود هذه الميليشيات وقد أضحى ثابتا فشل سلاح الردع؟ نعم، وافق الدكتور على أن البقاء الحال في سوريا وفي العراق بيد منظومات ما دون الدولة، ميليشيات محلية مسلحة دون وجود قدرة للحكومات المركزية على الضبط أو السيطرة، هذا من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية. لماذا؟ لأن هذه الحالة الميليشياوية وحالة تنظيمات ما دون الدولة هي تابعة بشكل أو بآخر لإيران وهي منضبطة، وأكبر دليل على الانضباط هو ما حصل في لبنان. في لبنان كانت الفصائل الفلسطينية تشكل تهديدا حقيقيا للأمن الإسرائيلي الشمالي منذ أن سيطر حزب الله على لبنان وبشكل شبه كامل وأنهى المقاومة الفعلية التي كانت غير منضبطة بالنسبة للغرب وبالنسبة لإسرائيل. أصبح هناك جهة، صحيح أنها جهة عدو وإن كان بالشكل الرسمي، ربما لا أذهب بعيدا إلى ما ذهب إليه الدكتور من موضوع الاتصال المباشر. نعم. لكن هو يمتلك معلومات. أنا لا أعتقد أن الأمر يحتاج إلى الاتصال المباشر لأن فهم قواعد الاشتباك معروفة للأطراف. هذا الشكل التنظيمات ما دون الدولة في لبنان في سوريا في العراق يؤمن المصالح الأمريكية لأنها ميليشيات منضبطة بشكل أو بآخر ضمن المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وفي حال عدم الانضباط كما هو الحال مع حزب الله العراقي وحركة النجباء بالتحديد فإن الرد الأمريكي متاح إن كان في سوريا أو في العراق. نعم. وهذا ما يحصل الآن. نعم. ولن يكون رد مباشر على إيران، وتستطيع الولايات المتحدة الأمريكية كما تستطيع إسرائيل التدخل في أي وقت في سوريا، تستطيع الولايات المتحدة عبر التحالف الدولي التدخل في أي وقت في العراق. لا يوجد سيادة للدولة. لاحظ معي كل الدول في المنطقة كاملة بصرف النظر عن الاستقرار النسبي الذي فيها تتمتع بالسيادة ما عدا هذا الخط من طهران إلى بغداد إلى دمشق إلى بيروت. هذا لا يوجد فيه دول بالفعل هي تتمتع بالسيادة، يعني العراق، سوريا، لبنان فيها حكومات لا تستطيع أن تمارس أي حق من حقوق
أن تحافظ على جوها، على سمائها، على أرضها نعم. من أي تدخل خارجي. الذرائع كثيرة جدا، ووجود ميليشيات التابعة للحرس الإيراني هو أكبر هذه الذرائع، فضلا عن خلق دائما موضوع عدم الاستقرار وموضوع الإرهاب ومواضيع أخرى تجعل السماء مفتوحة أمام الفاعلين الدوليين لتكون هذه الساحة الواسعة ساحة مفاوضات وضغط. يعني اليوم المفاوضات الأمريكية الإيرانية تكون بشكل أو بآخر ضمن هذه الساحة. إيران هي أكثر المنضبطين بعدم الانخراط بحرب غزة وبمناصرة غزة وبمناصرة الفصائل الفلسطينية التي ربما تكون إيران وراء أيضا ما قامت به في 7 أكتوبر. وضحت الفكرة، أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ وائل. نعم أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا. وفي نشرات سابقة كان هناك مسؤولون من حماس أو مقربون من حماس نفوا أن يكون لإيران أي دور تطلع به فيما يتعلق بمعركة 7 أكتوبر المتواصلة أو معركة طوفان الأقصى. أرجو أن تتفضل بالبقاء معي على أي حال. من جديد أعود إليك دكتور عبد السلام، في المؤشر السياسي إلى أي مدى أصبحت حكومة السوداني أمام خطر التفكك مع الهجوم على وزير الخارجية فؤاد حسين واتهامه بالتواطؤ مع أمريكا، فضلا عن وقوفها في وجه التصور الأمريكي للبقاء بشكل جزئي في العراق والحفاظ على التوازن مع إيران فيه؟ احنا كنا نعرف لولا الولايات المتحدة الأمريكية لما أتت هذه الطبقة السياسية ومنهم السوداني ومنهم وزير الخارجية وكل السياسيين الموجودين الآن في العراق. نعم. اللي دا يحدث بالضبط أنه هو هناك مصالح، قسم من المصالح يعني تصاب بالضرر، وهناك أيضا تنافس بخدمة المشروع الأمريكي الإيراني في العراق. فهناك بعض السياسيين أو بعض الجهات لا يمكن تصديقهم، لأنه في العلن يقومون بالتحدث على أمريكا ومطالبة القوات الأمريكية بالخروج من العراق، في حين بالسر يجلسون مع السفيرة الأمريكية ويتفاوضون معها ويرون مصالحهم ومصالحها في نفس الوقت. فهذا الكلام الإعلامي الذي يتحدث به البعض على وزير الخارجية العراقي ليس هو بمأمن أيضا من هذا الكلام. فالجميع في سلة واحدة، يتحدثون في العلن شيء وفي الخفاء شيء آخر. والدليل على ذلك أنه لحد الآن لم يتوصل البرلمان العراقي فعلا إلى قرار إخراج القوات الأمريكية، وهناك القرار الذي يعني حتى يكون واضح للمشاهدين الكرام، إذا ما صدر قرار من مجلس النواب لإخراج القوات الأمريكية فيخرج هذا القرار إلى الحكومة العراقية وليس إلى القوات الأمريكية كما يدعي البعض. نعم أستاذ وائل، من جديد أعود إليك، يعني بعيدا عن مقتل الجنود 3 على الحدود مع الأردن، ما الذي استفز واشنطن اليوم تحديدا في سوريا والعراق؟ هل تمثل الضربات تحولا استراتيجيا مع توجه الأمور في المنطقة إلى الهاوية؟ تفضل. طبعا أنا أعتقد أن الولايات المتحدة ليست بوارد الذهاب في مواجهات واسعة في المنطقة. أسباب داخلية وخارجية تجعل من مصلحة الولايات المتحدة أن يكون الرد بهذا الشكل دون الدخول في مواجهات أوسع أو أكبر أو مواجهات مباشرة مع إيران، وأن تبقى ساحة الرد المفيد للولايات المتحدة الأمريكية هي في سوريا والعراق فقط، في حين أن أيضا القسم الثاني من سوريا اللي هو دمشق ومحيط دمشق وحمص والجنوب السوري ولبنان هي من حصة إسرائيل أيضا للرد ولتفكيك هناك قدرة محور المقاومة الممانعة إن صحت التسمية على أن يكون مبادرا في أي ضغط يصدر من المنطقة على شمال إسرائيل. إذا عدنا للقوات الأمريكية، القوات الأمريكية أعطت فرصة كافية
لإيران لكي تتجهز للمجموعات التابعة للحرس الثوري الإيراني، وحتى منها حزب الله العراقي والنجباء الذين نحن نعلم أن الولايات المتحدة ذاهبة إلى معاقبتهم منذ النصف الثاني من 2023. هم يستفزون الولايات المتحدة بشكل مستمر ويوجهون ضربات إلى قواعد أمريكية. إذا أعطيت الفرصة بعد مقتل الجنود الأمريكيين لإيران الحرس الثوري الإيراني لفيلق القدس حتى للنجباء وحزب الله العراقي لكي يستعد هذه الضربات، عمليات تجنب أن تكون هذه الضربات بالغة التأثير على مجموعات الحرس الثوري الإيراني. حصلت في البوكمال، في الميادين، في دير الزور، نقلت الكثير من المستودعات، أعيد التموضع للقوات، الكثير من قادة الصف الأول المخططين، لا تقول لي قتل الساعدي في بغداد أو قتل بعض القادة في سوريا، القادة الميدانيين العسكريين. لكن اليوم الهدف الأكثر تأثيرا بالنسبة لإيران هو شخصيات مثل المهندس، مثل قاسم سليماني، مثل الموسوي الذي قتل في جنوب سوريا. هؤلاء هم المخططون، هؤلاء هم راسي مهندسة تجميع المجموعات مختلفة الجنسيات. اليوم الموسوي عندما قتل في جنوب سوريا هذا كان أحد صمامات أمان أن يكون المشروع الإيراني منسجم في جنوب سوريا، وأن تكون المجموعات المختلفة العراقية، الأفغانية، المحلية السورية، مع حزب الله اللبناني، يكون التنسيق فيما بينهم والانسجام فيما بينهم عالي المستوى. قتل الموسوي يعني أن تبقى هذه المجموعات في تخبط أو في حالة عدم القدرة على المبادرة على الأقل لفترة، ريثما يكون هناك إعادة تنسيق فيما بينها. شكرا جزيلا لك أستاذ وائل العلوان، الباحث في مركز جسور للدراسات، كنت معنا عبر سكايب من إسطنبول. في سؤالي الأخير إليك دكتور عبد السلام، يعني ماذا عن حسابات الميليشيات في العراق مع انكفائها واختباء قادتها ومخاوف من اختراقها؟ هل يمكن أن نشهد صراعا بين الميليشيات مع اتهامات لبعضها البعض بالخيانة والصمت أمام ضربات واشنطن المتواصلة؟ هناك تناحر و اختلافات بين الفصائل أو الميليشيات الموجودة الآن في الساحة العراقية. فقسم من الميليشيات والتي نسمع لها صوت عالي هي تحاول أن يعني تبحث بإخراج القوات الأمريكية، وكما قلت لك كان هذا بالعنن فقط. أما بقية الفصائل تريد إبقاء القوات الأمريكية لكي لا تسود الفوضى. إذا ما خرجت القوات الأمريكية وحلت القوات الإيرانية محل القوات الأمريكية فستكون هناك فوضى عارمة في العراق، وسيكون هناك اقتتال أيضا بين هذه الفصائل، لأن كل فصيل من هذه الفصائل أو كل ميليشيا من هذه الميليشيات هي تبحث عن مصالحها وتبحث عن الطرق الاستحصال الخيرات البلد إلها. فهناك تناحر واقتتال سيحدث في حال خروج القوات الأمريكية، ولهذا بعض السياسيين ومنهم الكرد والسنة لا يريدون إخراج القوات الأمريكية لهذه الأسباب. شكرا جزيلا لك الدكتور عبد السلام ياسين السعدي الخبير العسكري والأمني، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد، شكرا جزيلا لك.